ولد سباته تكرمت هذا العام مع بيدير، كيف تكرمت مع احمد السقاله في المغرب الحمد لله كان تكريمي تا هو زوين مع واحد العلاقه. داكشي اللي وقع هنا في السينما ديال هنا مع السقاله هو اللي وقع في يعني نفس الشكل غتشوفوه في لي زيماج، نفس الشكل وقع في ايطاليا في مدينه سميتها تريفيزو، هي من المناطق الزوينه تما لحدا فينيس. فرحني التكريم تماك وفرحني حتى الجمهور المغربي انه اختارك تكرم في هذيك المنطقه، انا تشرفني يعني لان كان الفيلم ديالي تفتتح في تورنتو هذا سميتو تشارمان، وديت لهم فيلم ديال الحج تفرجوا في لاصال السينما، وقلنا حنا هي فرصه باش نلقاو كيفاش يتوزع الفيلم المغربي، والناس تبارك الله جاوا لاصال السينما بواحد القوه ما نعاودش لك، يعني انا هادشي نشطني الحمد لله. ما تنساوش تابونا في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.